إخواني أخواتي سكان جهة درعتة في ولاية الحلو، الآن اللي الاستماع لبعض الحالات اللي ما استفدتش من التعويضات ديال كوفيد 19. السلام عليكم لالا. السلام ورحمة الله. زيدي لعندي لالا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شمن حاجة باش بغيتي تشكي لالا؟ تنتشكى في الرميد. أييه أش مالو؟ ما شدوناش في الرميد. عندك أنت الرميد؟ عندي الرميد. ما عطاوكش؟ ما عطاونيش. لا مرة لا وحدة لا جوج لا وحدة لا جوج، حتى حاجة ما عطاوهالناش. وشحال عندك في العائلة من واحد؟ بوحدي عند با. اي عندك شي وليدات؟ اش ما عندي حتى حاجه. انا هجاله، انا هجاله. انا تزوج جوج تليقات. دارك بوحدك؟ انا تزوج جوج تليقات وتطلقت وراني ساكنه بوحدي. اي ما عندي حتى حاجه. صافي راه الناس يعيطوا عليا. عندك الماء؟ عندك الضو؟ ما عندك باش تعيشي؟ كاينين. وشكون اللي واقف معاك دابا لاله في هذا الشهر؟ الله اللي واقف معايا. سبحان الله اللي واقف معايا. اذن مازال ما شديتي والو؟ مازال ما شدينا حتى حاجه. رانا غير معروضه للعراسات، حتى ماشي مع الطيابه تنغسل الماء. العراسات واقفين لالا دابا؟ كلشي واقف. كلشي واقف. في هذه المرحله دروك اش كديري؟ يعني المحسنين اللي كيعاونوا. المحسنين اللي عاونونا. ما كنخدمهاش. حتى الفطرات باش نحيدوا الفطرات شديناهم عند الناس باش نحيدوا الفطرات. ما عندنا حتى حاجه. ايوا والله ينصر سيدنا. الرساله ديالك وصلت. السلام عليكم لالا. السلام عليكم. داير بخير؟ الله ينصر سيدنا. ما استفدتيش؟ ما استفدتش. انا ما عنديش رميد، دفعت من غير رميد. انا مساعده ديال الخيار. اييه. وما استفدتش. اييه. وما عندنا ما با انتريتي كيشري 30,000 ريال. كيشري 10,000 ريال. عندك عائله؟ عندي عائله، كنعاون با في العائله ديالي. لا انا مزوجه ومطلقه. لا ما عندي، ولاني مزوجه ومطلقه كنصرف على راسي. وحدك ساكنه كتخلصي ماك بوك. جيناهم هنا للولايه وقالوا لك غادي نديروا معكم حل. دابا عطاو الناس اللي لاباس عليهم. ماشي الولايه، لان هاد الميزانيه تجي من الحكومه ديال العثماني. المقدمين اللي كيختاروا شكون اللي بغاو يديروا. عافاك. لا 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 لا، ايوا نسولك وجاوبيني. هاد الشيء اللي صيفطتي في فلوردي في البورتابل. صيفطتيه للحكومه. ايه. اش قالوا لك؟ اش قالت لك الحكومه؟ قال لك غادي يرفعوا الملف ويجاوبونا. ما جاوبوكش؟ ما جاوبوكش. اش كطلبي من العثماني؟ كنطلب اسيدي اللي عطانا سيدنا يعطيه لنا. وعاش الملك. هكاك. اللي عطانا سيدنا يعطيه لنا. وفي حاله ما حيت يخرج هذا الحجر، لان ما عندكمش الحق دابا تغوتوا. ايه. حيت يخو يفوت 10 في الشهر ويكون حجر. الا ما عطاوكمش اش غادي ديروا؟ غادي نديروا مظاهره. حتى يخرج الحجر ولا اش غادير؟ ان شاء الله حتى يخرج الحجر. بغيتو تخرقوا القانون ولا ما بغيتوش تخرقوه؟ لا ما بغيناش نخرقوا القانون، حنا قالوا لنا كذبتوا. انتوما مع القانون ولا ضدو؟ مع القانون. ومعايا اش اخر؟ ويعطيونا فلوسنا. الله يرضي عليك. السلام عليكم. تهضر خويا زيد. زيد اخويا اجي. زيد اسيدنا. زيد اخويا. زيد مسك معاك. السلام عليكم خويا. بخير. هانيه ما استفدتيش من الدعم؟ لا ما استفدتش. هكاك انت عندك شي وليدات عائله؟ لا ساكن بوحدي. اييه. وفين خدام؟ خدام كان عندي واحد المحل ديال التجاره وين مسدود الساعه. مسدود. مسدود تقريبا نص ديال الساعه كامله تقريبا كبيرين. صداعت. اه وكاينه اللي بغيتي نوريك تصورها مرحبا. اييه. وانا ما استفدت حتى شي حاجه. ايوا دابا اش كطلب من حكومه العثماني؟ المشكل انا كنشوف شي ناس ما يستاهلوش يشدوا شدوا. علاش؟ بحالاش عندك شي نماذج ناس لاباس عليهم واستفدوا؟ هادو جيرانهم الزاره وكاينه دار وحده شادين كاملين. اييه. فهمتي وكاين الناس ما عندهمش وما شادينش. وهذا الشيء دابا صيفطونا سيدنا، وعلاش ما غاديش يعطيونا حنا؟ علاش حنا ماشي مواطنين؟ مواطنين. حنا عندنا بطاقة وطنية ومحسوبين مواطنين ديال بلادنا. عندك الرميد؟ الرميد ما عنديش. هكاك دونك سبتي استفدتي من الناس اللي خارج. اللي خارج الرميد. ودونك ما وصل لك والو. ما وصل حتى شي حاجة. وكاينين الناس دابا اللي مستفدين، عائلة أربعة الناس ولا خمسة في عائلة واحدة. كاينين اللي مستفدين. والناس اللي لاباس عليهم كاينين عندكم في التركة ولا فين؟ لاباس عليه ولا ما لاباسش عليه؟ إيوا كاين شي حاجة أخرى خدامة ما فات الحجر من غير اللحم والطحين. أييه. ايوا علاش زعما هما يشدوا حنا منش هكاك؟ اذن الرساله اللي كتوجه لحكومه العثماني. الرساله اللي كنوجه لحكومه العثماني، حنا مواطنين في وسط الدوله هذه. الله ينصر سيدنا. وداك الشيء اللي عطانا الملك يعطيوه لنا. حنا راه رعايا ديال الملك، وهاد الناس هادو راه الظل ديال الملك في هاد الارض. ما يسووش الصوره ديال هاد البلاد هذه، واعطيو للناس رزقهم، ما يديوش البنان ديالي. نيشان رسالتك واضحه ووصلات مزيان. هاد التعبير ديالك لا لا. السلام عليكم. السلام لالا. بخير. اش عندك لالا؟ عندي بغيت. اش كطالبي من حكومة العثماني؟ كنطالب هاد الفلوس ديال رميد الله يرحمه الوالدين. اييه. عيشة الملك الله ينصر سيدنا. ها حنا كاريين في 18,000. راه عندي 8 بنات وواحد نوند، راه تايطمع في 10 سنين نوند صغير كاع. الراجل ما تايخدمش، راه جالس في الدار ما تايجنش، ما تنخرجوش. قال لي جنسوا في الديار مرحبا جنسوا. مزيان ما وصلكش صوبتي داك الشيء صيفطتيه؟ صيفطتيه وعاود. صافتو الراجل وعاود. واخا شحال نتوما من فرد في العائله؟
عندي 8 البنات. 8 البنات؟ 8 البنات وواحد الدري الصغير طالع. هي تسعدوك انتوما 11 في الدار. أيه. وهاد 11 ما استفداتش. ما استفدنا والو. والو ما وصلكم والو. ما وصلنا والو. هكا. ما وصلنا والو. إذن الرسالة اللي كتوجهي للعثماني شكون هي؟ ما وصلنا والو. أيه ماشي من العمالة راه من الرباط تيجي هاد الشيء. اش كتوجهي لرئيس الوزراء اللي ما وصلكش فلوس؟ اجي فهمينا راه قولي غير قولي اش تطلبي دابا؟ تنطلب حقنا راني بنعطى سيدنا ما ينصر سيدنا عطانا سيدنا الله يرحم الوالدين الله يجازيه بخير احنا شدينا الضيور الراجل ما تايخدمش انا راه فيا مرت السكر ما نجيكم ها المرت وصل الرساله ديالك انا مرت السكر فيا تنشري الدواء عندي وصلت رسالتك لالا لالا السلام عليكم بخير هانيه اجي 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 حرم لالا السلام عليكم لالا اش كتطلبي يا لالا؟ كنطلب فلوس ديال الدان اييه ضرب عليا راجلي 3 سنين هادي عندك عائلة؟ عندي عائلة اييه وساكنة مع والديا وكاريين اييه دابا مع والديك ولا راكي بوحدك وخصك تخلصي؟ مع والدي ولكن خصني نتخلص راه راجلي هرب عليا مجوجة وهرب عليك الراجل بمعنى ما طلقاش ما باقي ما طلقاش هاكا كيدن على ديما راجل وهذا الراجل اش كيدير؟ حتى هو ما عندوش ما عندوش حتى هو ما تمعودش اه ما تطلبوش اذا انت تطلبو تعاود تطلبي التعويض كنطلب التعويض ديالي أيه. والله ينصر سيدنا الله يبارك فيك الله يخطيك لا يخطيك لالا السلام عليكم لالا السلام بخير هانيه الله يبارك فيك اش كتطلبي من حكومه العثماني كنطلب منها انا القطاع الغير مهيكل اييه ما استفدتش اييه تجاوبوني بالرفض اييه كندير درت الشكايه درت الطلب الاول والو والطلب الثاني كيرفضوا ليا علاش لا تتربى اسره وانا انا اللي مكلفه براسي كاريه المحل ديال السكنه وكاريه المحل فاش تنشتغل اييه وتيرفضوا لي الطلب ما عرفتش علاش أيه. وانا 3 شهور وانا ساده أيه. من نهار قالت لي السلطه الاعوان السلطه قالوا لي سدي المحل وانا ساده أيه. انا بغيت نعرف علاش ما استفدتش كيرفضوا لي الطلب 3 أيه. شهور وانا ساده وكاين الناس اللي لاباس عليهم قالوا لي الناس لاباس عليهم واستفدوا عائله فيها 5 ولا 6 كلها استفدت داكشي كلشي الناس كاين 140000 ريال ل 100 داكشي اللي كيقولوا الله اعلم اللي عندهم الرميد لا انا كنسمع بان عندهم الرميد اييه الرميد لمن خرج الرميد أيه. خرج للفقراء أيه. ماشي للاغنياء أيه. واحد اللي ما عندوش ما بحالوش اذا كاينين اغنياء اللي عندهم الرميد أيه. اللي عنده الرميد لاباس عليه علاش يستفد من أيه. الرميد واخا الناس انت بلا رميد انت بلا رميد استفدتي ولا ما استفدتيش لا ما استفدتش انا القطاع الغير مهيكل اذا القطاعات الغير مهيكله فيها نسبه كبيره اللي ما استفدتش وكاين الناس في القطاع اللي غير مهيكل ودخل على هذا القطاع واخا تاجر ولا لاباس عليه واستفد يقدر يكونوا حالات لان أيه. علاش الناس كتهضر اذا نطلبك الاخير للسي العثماني طلب ديالي الاخير للسي العثماني الله يطول عمر سيدنا الطلب ديالنا هو يوصلنا القطاع غير مهيكل اللي يستافدوا الناس الفقراء شكرا لك السلام عليكم خويا السلام احمد السلام خويا اش كتطلب سي خويا اخويا راه ما استفدتش من الدعم ديالكم ما والو كاري بوحدي أيه. يعني ما استفدت من والو صيفط لهم الطلب أيه. واش كنتي كتخدم الخدمه ولا النشاط ديال اللي كنتي واقف مره خدام مره ما خدام الانسان مويا مويا ملي جات هذا الوباء هذا بقيت ما خدام ما والو في هذه الحاله انا بوحدي كاري ما استفدت ما والو صيفطت الرساله ديالي للرميد اييه ما استفدت والو اييه اذن اش يعني كتطلب من حكومه العثماني كنطلب حقنا لداك السيد اللي عطانا سيدنا يفرقوا علينا الصندوق ديال كوفيد لحقاش راه ماشي دقنا راه ما لقينا ما ناكلو اييه ما لقينا ما ناكلو هادشي كامل اييه خصنا دوز مطالب خصنا المهم يشوفوا معنا شي حل المهم كنطلب من سيدنا يشوف هاد الناس هادو راه ما عطاونا لا حق لا والو اييه بغينا يشوف معنا شي حل يشوف الله ينصر سيدنا وبغينا يشوف شي حل عافاك غير بالنسبه واحد الحاجه علاش ننصحكم تجمعات لان كاين دابا حجر صحي ما يكونوش التجمعات القانون كنحترموا لان اش حيت كتطلب انت دابا تطلب شي حاجه قانونيه ليك كنطلب شي حاجه قانونيه الا جيت فرض غير قانوني ما غادي تلباليش الطلب ديالي ولكن الا كنت انا قانوني وما تلباليش طلبي وداس بقيته ديال الحجر ايوا ديك الساعه غادي ندخل حوايج اخرى مع من ما حكمت من ما حكمت من ما حكمت من العثماني وعافاك باش نكونوا دير القانون وطلب القانون وراه ما يكون غير الخير وحيت تخرج هاد الفتره حنا معاكم ان شاء الله الله يبارك فيك ها واش جاتيكم بخير خلي لي 10 في الشهر تخرج بعدا خرج تخرج كنطلبوا عندك جميع الحوايج باش تطلب
طلب على راسك. لا عاش لك شي بنيتي. عافاك انا عايشه غير مع جدتي ميته للوالده ديالي. اييه وهضري على جدتك. وعايشه غير مع جدتي ارمله باقيه معاها. تقولي لنا بغيتي تستافدي. وصيفتنا وما استفدنا من والو. شحال انتم في العائله بنيتي؟ ساكنه غير انا وياها بجوج. انتم بجوج؟ ايه. ومسكينه المراه كبيره. انت مازال عندها 81 عام. انت قصير وهي تبارك. إذنو ما وصل لكم والو وصيفتها بنتي وريتي لها كي دير الصفات. إيه صيفت ودابا والو. وعلاش بقى فيك الحال؟ كاين الناس اللي لاباس عليهم واستافدوا ولا ياش؟ اللي ما استافدوش وقبطوا حنايا ما قبطناش. صافي هادشي اللي كاين. عاودي اش كطلبي بالضبط؟ بغينا غير حقنا حتى حنا نشدو كيما شدو اللي ما يسالش. حنا بعدا نسالو. إخواني أخواتي دوز لكم جميع الأصناف الناس اللي طابت وعادي تخرج عادي يديروا شي حوايج اللي كذا. الحمد لله احنا بلغنا الصوت ديالهم. اللهم يبلغوا الاصوات ديالهم ولا يديروا لنا التجمعات. حنا كنحاربوا كورونا ونعاود نرجعوا الكورونا. الحمد لله راه فهموا الدرس وراهم تيطالبوا بمطالبهم. خص السي العثماني يتدخل باش يعطي للناس اللي خصهم يستافدوا حقيقه. يعطيهم الحق ديالهم لان هاد الناس يقولوا الله الوطن الملك. بلا تجمعات. حنا ما تندعيوش التجمعات لان القانون راه تيمنعها. حنا جينا باش نحيدوا هذا المشكل ديال التجمع. رسالتكم وصلت. راه وصلت الرساله ديالكم. اذن التجمع ما حد الحجر الصحي عافاك. خصنا نحاربوا كوفيد وما نزيدوش نديروا شي مشكل. انتم شفتوا ميريكا اش وقع فيها عافاك. نطالبوا كاين عندكم صحافه عندكم هيئات حقوقيه. الحمد لله كاينه مؤسسات اللي تهضر عليكم. تجمعات ما ديروهاش. الله يعطيكم الخير باش تعطيونا فرصه باش ندافعوا عليكم. هذا وعد. كي عادي توعدوني يعني كان وعدكم بان عادي نبقى معكم في هذا الملف. ولكن الا تجمعتوا عادي تضروا غير راسكم. يقدر يكون واحد مريض ويعاود يعدي لنا كلش ونرجعوا عاود الحديث. الله يعطيكم الخير. اذن الوعد اللي قطعتوا معايا انكم ما تجمعوش والوعد اللي قطعت معاكم هاني معاكم ونوصل رسالتكم اعلاميا. وحيت تدوز هذه الازمه حتى الا كان شي حاجه حقوقيا احنا معاكم ونشدوا ملفاتكم ونتابعوهم حتى يوصلكم حقكم ان شاء الله. ولكن دابا انتم تتوعدوني ما يكونش تجمع. يلا الكلمه ديالي رجع. الله يعاونكم عافاك. يلا شتو كل يوصل لبلاصتو. اذن كما قلنا الخوت وصلوا الرساله ديالهم وتيوعدونا باش ما يتجمعوا شيء. وكلامكم راه عندنا وسائل باش يوصلوا سيدنا الينا والحمد لله المسؤولين لا باش يطريطيو المشاكل ديالكم ولكن بدون تجمعات.